السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان. وصلني واحد الخبر من زميل صحفي كنحاول نتأكد منه من مصادر رجوية أن كما قلت فيديو اللي قبل لاعب كيفان سوني فشل في الفحص الطبي وما يوقعش في الرجاء، ولكن اللاعب اللي كان تتفاوض مع الرجاء أوبيوما اللاعب النيجيري، هذا الزميل الصحفي خبرني بأنه اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح ولكن في صفوف الوداد. إذن يبقاو على حسب العلم ديالي واحد اختيارات بجوج من أفارقة. حاليا كما قلت ما نقدرش نقول الأسماء ديالهم، نتمنوا الأمور الإخوان تمشي على خير، ما بقاش بزاف على الميركاتو يتسد. يعني مشكلة هذا ديال المهاجم، جبتي مهاجم كل شيء، يعني شاف الفيديو ديالو عجبو اللاعب الكاميروني، ولكن للأسف ما نجحش في فحص طبي. وحتى اللاعب الآخر اللي كنا معولين عليه أنه يقدر يسيني في حالة فشل الصفقة ديال سوني اللي هو اللاعب النيجيري أوبيوما، كاين خبر أنه وقع في صفوف الوداد. نحاولوا الإخوان نتأكدوا من هذا الخبر من مصادر رجوية كما قلت لكم، فقط زميل صحفي اللي اعطاني هذه المعلومة. وشكرا لكم الإخوان، حتى الفيديو القادم إن شاء الله.